ما تنقول وداعا الدنيا، وداعا الدنيا والله. الخطوه الاخرى اللي تندخل لعالم البرزخ، الخطوه الاخرى صافي، يعني حسيت براسي بان ودعت الدنيا خلاص، غادي نموت. الراجل ما خدام، انت ما خدامه، الدري ما كيقراش، الشيء اللي عانينا تنعاني منه كل شيء. قلت اللهم اقدر على بلادي وعسى بلاد الناس. العمل ديالي من الاول ديال حياتي هو القبس. بعد انتهيت الدراسه ديالي، انا كان في عمري ديك الساعه 16 سنه، مشيت لخدمت مع واحد طالياني تيقول لي انطوان قديره، كان كيخدم لجلاله الملك المرحوم الحسن الثاني في القصور ديالو. جات الفرصه في مكتب الشغل ديال القباصه للسعوديه، مشيت دوز الامتحان في مكتب الشغل ونجحت في الامتحان، خدينا جواز السفر من هادشي كنقول لك في 1990، خدينا جواز السفر من العماله عين السبع، واتجهنا الى الديار المقدسه. والحمد لله كان العقد فيه سنتين، خدمت سنتين كلها، اتجهت الديار الليبيه. الامور في احسن ما يرام، حتى دارنا كان ارسل لي فلوس، وكان انا ساكن تما تنخلص الكره ديالي واكل شارب، الحمد لله خدام بخير وعلى خير، الامور في احسن ما يرام. وحن الصباح غادي نصلي الصبح، تنتفاجئ وقفت سياره تويوتا ويجيب دوك لاشينكوف ويبغيو يضربوني. حد انا قلت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حصل الخاتمه الحمد لله. غادي نصلي الصبح كنتظر انت غادي يجبدوا القرص نطيح، وباذن الله ربي سبحانه تنقول وداعا الدنيا، وداعا الدنيا والله. الخطوه الاخرى اللي تندخل لعالم البرزخ، الخطوة الأخرى صافي، يعني حسيت براسي بأن ودعت الدنيا خلاص، غادي نموت. صلاة عندي ربي سبحانه وتعالى هداهم عليا، ما ضربونيش، كملت مشيت صليت الصبح ديالي ورجعت للبيت ديالي. ملي شفت الموت محققة، كنت غادي نموت، كنشوف غادي نموت وخارج ديار، خارج من أرضي وطني وولادي، يعني صافي قررت خصني نرجع في حالتي. من بعد لله رجعت لبلادي من المعاناة اللي عانيت في ليبيا، جيت لهنا جمعت الوليدات بركت معاهم، قامت الدعوة السيدة صاحبة البيت، أنا ما عنديش فلوس باش غادي نواجه، خرجونا لله من البيت، ما عنديش دابا حتى ما ناكل ولا باش نكري، اضطريت اش غندير، نريح في هاد الأرض وندير مانطات، والله حتى الخزانه باش نكريها ما عنديش، حتى الماكله والله الا كيرفعوا علينا عين الناس. عايشه في الزنقه يعني، في شعور ما الراجل ما خدام، انت ما خدامه، الدري ما كيقراش، ولينا في الزنقه يعني عايشين، حوايجنا مشرشمين، فيك الغبره فيك البرد فيك الشتا، يعني عيشه كتحسي بها ماشي عيشه، ماشي هي. صبحنا اليوم في هذه الحاله كنعانيو انا والزوجه ديالي والابن ديالي، والله اللي كيعلم سبحانه وتعالى، كنطلب الله تكون أذن ساغية ومن المحسنين يشوفوا من حالنا وشوفوا من حالة هذا الوليد، حالة هذه السيدة هذه، والله الله الله اللي كيعلم بحالنا سبحانه وتعالى، والله ما يعلم حالنا إلا الله سبحانه وتعالى، واللي كيعلم بالحال. واحدة من البرد، واحدة من الكلاب، واحدة من القطوط، واحدة من والله يعلم الله عز وجل، واحدة من الجوع، كاين مرات ما نصيبوش حتى من ناكلو. الدري كيقول لك واخا ماما عطيني غير بيمو، ما كنلقاش حتى باش نشري حتى بيمو، في الاخر ما كنلقاش. العيشة اللي كنا عايشينها وداك الشيء ما بقاش كيف كانت، تحطمات بزاف، كي كنت منيت ولدي يقراها كنشوف الدراري كيمشيو للمدرسة كنتألم من جهة ولدي ما كيقراش، بغيت نخدم ما قدرتش نخلي ولدي، يعني ما لقيتش حتى باش ندخلو للحضانه، ما كاينش لسان كيشدو ليك، ما كاينش. ما كنتش كنظن انا وقع في هذا الشيء، مهما المهنه ديالي مشرفاني كنخدم بها. اليوم في الصباح ضحيه للزمان، انا غنصاب بمرض الاعصاب،
حتى الحالة ديالي ولا كيعلمها إلا الله عز وجل، والحمد لله على كل حال. هذا امتحان امتحان الله، الحمد لله حمد الله وشكرناه. لي انا كنطلب من الناس زعما يساعدونا، والزوج ديالي مريض، عندي الاب ديالي عايش هو مرتو، عنده الاولاد كله كيبغي راسو في هذا الزمان، ما كاينش اللي كيرافع لك ولا كيشوفك في المحنه ديالك، ما كاينش اللي يرافع لك، ما كاينش اللي كي يعطيك شويه اللحم ولا شويه، ولا كيجيبوا لك الماكله الله يخلف عليهم الجيران ولا في الدرب ولا داكشي. وحنا كنتقسطوا الحمد لله نحمدنا الله وشكر. الراجل كيمشي خلاها كيمشي حاشاك الطوارو كيبدا يجبد في سميتو شي بياس ولا شي حاجه يبيع فيهم. يساعدونا الناس باش ما قدرهم الله، يساعدونا هادشي اللي كنطلب الله. نالي الشيطان اختي، نالي الشيطان، قول هذا بلا باش تراجي، نالي الشيطان، قول هذا بلا باش تراجي، قول هذا بلا باش تراجي. نايمين الاخ ديالي كيعيش ظروف قاسيه وصعيبه بزاف، وهاد الحاله ديالو كتالم. كنطلب من المحسنين والناس اللي عندهم شي امكانيات. الاخ ديالي مشرد هو الوليدات ديالو، كان كيعيش واحد الحاله الله لك بخير، ودابا كيعيش واحد الحاله كتالم. هو مريض، هو وليدات في الزنقه، البرد فيه، الشتا فيه، كل شيء فيه. كنطلب من المحسنين والناس اللي بقات فيهم هاد الحاله الخاصه ديال خويا، راه كتالمنا وانا ما عنديش امكانيات باش نعاون الاخ ديالي. كنطلب من كل من شاف هاد الحاله يتالم ليها، راه الله اللي كيعلم بالحال ديالو.